حديثنا اليوم سيتطرق لقضية امتناع أو رفض وزير الداخلية الفتيت من استقبال شيبات الأحزاب والمنظمات النسائية ديال الأحزاب. هادو ماشي تيدافعوا على تحسين الوضعية ديال الشباب المغربي ولا تحسين الوضعية ديال المرأة المغربية، وإنما أبغاو حقهم من داك الكعكة ديال لائحة الريع ديال الشباب والنساء باش يدخل يتجبد ليا في البرلمان واحد 5 سنين على حساب دافع الضرائب. لو كان فيهم النفس الوطنية كانوا يرفضوا هاد اللوائح، لا ديال الشباب ولا ديال النساء واي لائحة اخرى من اللوائح، ويخرجوا للقرى والجبال المغرب العميق ويتطوعوا يفكوا العزلة عن ديك الساكنة وديك المبالغ المالية اللي غادي تخصصها الدولة عندك الأجور ديال هاد البرلمانيين والبرلمانيات لمدة 5 سنوات كانت تخصص من أجل تعليم في المستوى الأطفال ديك المناطق المعزولة، فتح الطرق وفك العزلة. فبهاد اللوائح ديال الريع تنهرسوا العمل السياسي والحزبي اللي الأحزاب السياسية خلقات من أجل تأطير المواطنين، ماشي من أجل أنه بعض الشباب والنساء الانتهازيين والانتهازيات أنهم تجيهم هذه الفرصة ديال أنه يكون في اللائحة ويدخل بردا وسلاما إلى البرلمان لمدة 5 سنوات، ومن بعد ما تقدرش حتى يمشي لشي دائره باش انه يتواصل مع الساكنه، لانه داز في اللائحه الوطنيه. وهذه اللائحه الوطنيه راكم عارفين وعلى بالكم شكون اللي تيكون فيها، بلا ما نفضحوا المفضحات، لان هذا الشيء معروف في المغرب ومعروف. البادره اللي دارها وزير الداخليه مهمه جدا، لأنه لا يعقل أنك تكون داخل حزب سياسي تتنشط في حزب سياسي وتخلي القيادة ديال الحزب اللي هي الناطق الرسمي ديال الحزب وتمشي خارج هذه القيادة باش أنك تفاوض مع وزير الداخلية على مقاعد ديال الريع. فأي حاجة خصها تمر من القنوات الحزبية، لأن الحزب يجب أن يكون مؤسسة تشتغل بجدية وتفاني. كما كنا تنعرفوا الأحزاب في الأيام ديالنا كان التطوع وكان العمل ونكران الذات، وما كانش الاتكاء بأنه الإنسان باش ياخذ بلاصة في لائحة الريع. علينا ألا نقوم بإضعاف الأحزاب السياسية. إن إضعاف الأحزاب السياسية ماشي في الصالح ديال البلاد وديال الوطن، فيجب أن تكون أحزاب سياسية قوية وتكون معارضة قوية باش أننا نزيدوا للقدام. ويجب في هذه المناسبة غادي نذكر واحد القضية مهمة، هو تصفية الأجواء، إطلاق سراح كل المعتقلين، ونبنيو مغرب قوي ونتحداو ديك الدول ديال الجوار ونكونوا يد في يد من اجل المغرب افضل، من اجل مستقبل افضل من داك المواطنين وداك المواطنات. فعلينا ان نتعلم نكران الذات. اوجه تحيه لكل المتطوعين والمتطوعات ديال مغاربة العالم، كل الدول الأوروبية
اللي تيقوموا بواحد المجهود كبير من اجل انهم يعاونوا دك الناس اللي بلا اوراق ولا اللي بلا سكن في هذا البرد القارس، وانهم تيضمنوا لهم مأوى فين يتخبوا فيه. فعلى المساجد كما تدير الكنائس ان تكون كذلك راه الاشاره ديال هاد الناس مساكن اللي ما عندهم فين يباتوا وفين ينعسوا، حتى غير ينعس ويلقى بعدا واحد الدفء من برد الشتاء ومن مصيبه كورونا. واندد بما قام به ذلك الوحش في لاس بالماس او في الجزر الكناريه، حيث اغتصب ديك الشابه معوقه. انت هربتي مشيتي باش تدير مستقبل، فاذا به مشيتي تكحل المستقبل ديال الناس مساكن اللي تخدموا ليل نهار من اجل الاسر ديالهم من اجل العائلات ديالهم، وانت ما غيمكنليش نشبهك باي حيوان لان الحيوان لا يقوم بذلك الفعل. فعلينا ان ننظف منظومه مغاربه العالم، فتنظيف منظومه مغاربه العالم مثل هذه الوحوش، وكذلك التنظيف ديال العقليه ديال واحد المجموعه ديال المرايقيه.